I'm a god boy. From another land far from here. I made a deal with a god that cost me my soul. I killed my father. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? Sons killing their mothers? Their fathers? No. We will be the gods we choose to be. خلينا اقولك اننا محبين لسلسلة God of War بالكامل، فنتمنى نشوف جزء من الاغريق بالجزء القادم او بعض المخلوقات الموجودة بالعالم اليوناني. فلو انت من محب سلسلة God of War بالكامل وكنت متحمس لظهور اليونانيين بالجزء القادم، ففي الفيديو ده هقولك او هعرفك على شوية تلميحات من الشركة عن الموضوع اللي يخص اليونان، وهقولك كمان تحليلي وانت قول تحليلي. وعشان نبدأ الفيديو، صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واحد الله لا اله الا الله. وكده خدنا حسنتين مع بعض، والقناة الجديدة هتكون للجيم بلاي هتلاقيها في الوصف تحت. وخلينا نبدأ الفيديو. Let's start. مين فينا ما نفسهوش يظهر من تاني زيوس او هيدس او حتى بوسايدون وغيرهم من الفيلنز كتير اللي بجد قدموا شيء عظيم بالاجزاء القديمة. انا من عشاق صوت زيوس على فكرة، تحسه كده صوته جاي من افلام لورد اوف ذا رينجز. ولكن ما علينا، انت وانا بنتكلم دايما في النقط دي. هل هيظهروا؟ هل هيستدعيهم حد من حضارة النورس زي هيل مثلا اللي هي حاكمة العالم السفلي؟ واسئلة كتيرة طبعا بنسألها. هل هيكونوا حلفاء ولا ضدنا؟ عايز اقولك ان سانتا مونيكا مش عامية وكمان بتسمع كل شيء، وشكلها كده محضرة اشياء في قمة المفاجآت. فمهما نتكلم ونحلل ونقول نظريات، حاسس ان احنا نتفاجئ بشكل كبير جدا بالجزء القادم. انا شفت موضوع وقلت لازم ان انا ابحث عنه، والموضوع يخص صفحة بلاي ستيشن البرازيلية. دخلت وبحثت وترجمت وعرفت ان لغة البرازيل اصلا تبقى برتغالية. هو صح ولا غلط انا عموما معرفش. المهم لقيتهم ناشرين موضوع بيقولوا فيه: سمعنا كتير عن هذه الكلمات في العابنا، لكن هل يوجد شخص يعرف معانيها فعلا؟ ومن ضمن الكلمات دي كان في كلمتين مهمين جدا. اول كلمة وهي اوراكل او العرافة، او تقريبا تترجم للوحي، ما علينا. وتاني كلمة تبقى جورجون. اكيد سمعتوا الاسم ده قبل كده، لو ما شفتش فيديو ميدوسا روح شوفه هتلاقيه في الاي اللي فوق دي. مخلوقات الجورجونيات دول اللي كنا بنقابلهم باجزاء جاد اوف فور القديمه بالميثولوجيا الاغريقيه، ودي تبقى مخلوقات اسطوريه بشكل افعى، والملكه بتاعتهم تبقى ميدوسا. في الصورتين على صفحه بلاي ستيشن برازيل مكتوب تعريف الجورجون وتعريف الاوركل. تعريف الجورجونيات بيقول ان مخلوق الجورجون يبقى احد المخلوقات الاسطوريه من الحضاره اليونانيه، ويتم تشبيهه كافعى على شكل انثى بشريه طبعا، واي شخص بيبص ليهم بيتحول لحجر على طول. لازم فعلا تشوف فيديو ميدوسا شرحت كل دون فيه. بالنسبه للاوركل فدي تعريفها التنبؤ بالمستقبل، وممكن ترتبط بالفرد اللي بيقوم بالتنبؤات زي العرافه اللي كانت بالاجزاء القديمه، وكان بيعتبرها البعض فيما سبق انها تعتبر الكلمات الالهيه على الارض. وكانت العرافه موجوده فعلا بجزء جاد اوف 4 اللي صدر عام 2005 واتسمت ذا فيليج اوراكل او عرافه القريه، وكانت امراه عجوز من احد القرى اللي بتعبد اثينا، وتقدر تشوفها لحظه ما كريتوس ذبح قريتها بالكامل. والسبب انه كان خادم لايريز، وايريز كان بيكره اثينا جدا بسبب ان زيوس كان بيفضلها عليه دايما. فبعت طبعا كريتوس لتدمير القريه دي وقتل كل من فيها، وللاسف من ضمن اهل القريه دي كان موجود بنت ومرات كريتوس. حتى العرافه حاولت تفهمه انه هيندم ولازم يوقف اللي بيعمله، لكنه ما سمعش وقتله بمنتهى الوحشية. ولحظة ما عرف ان زوجته وبنته موجودين بالقرية واتقتلوا بايده، كان مصدوم جدا وقال: ازاي انا سايبكم في سبارتا؟ وساعتها كلموا ايريز وفهمه ان هو اللي عمل كده يعني عشان يخليه حر ومش مقيد باي شيء لانه محارب. ده سبب الكره الشديد من كريتوس لايريز. ده السبب اللي خلى كريتوس يكره ايريز بشكل كبير جدا. لحظة صدمته وخروجه بزوجته بره المعبد فضلت تضحك عليه العرافة، واتلعن كريتوس باللي عمله ساعتها وغطى جسمه بالكامل رماد زوجته وبنته، واصبح من ساعتها شبح سبارتا وشكله شاحب او ابيض. فبس يا اخوانا، وارد جدا يظهر اشخاص من الاغريق زي العرافة او الجورجونيات، ودي بطريقة ما،
هل هيتم استدعائهم؟ الله أعلم. هل هيدخل كل الخطوط الزمنية في بعض ويرجع ناس من الموت؟ الله أعلم. بس لو حصل وإشاعة إن اللعبة مش قصيرة، فحابب أقولك إن كريتوس مش هيكون لوحده مدمر العوالم. الجزء نفسه بتاع راجناروك هيكون مدمر للألعاب لفترة طويلة جدا. لأن تخيل معايا كده، أنا اتكلمت في فيديو سابق وقلت إن مفيش راجناروك لو طلع إن المطورين بيكذبوا واللعبة قصيرة. ناس قالت إن المطور ويليام قال إن فيه راجناروك وحتى الجيم اسمها راجناروك. أنا قلت إن ممكن ما يبقاش فيه في حالة إن اللعبة فعلا قصيرة والإشاعة حقيقية، لأن هيبقى المطورين بيكذبوا. ولكن لو طلع الإشاعة كذب، وده أكيد بنسبة 100%، فحابب أقول لك إن تخيل معايا كده ضخامة الحرب. مش هتكون ما بين آلهة وبشر وأقزام العالم ده فقط، ده في حالة ظهور طبعا إغريقيين يعني. تخيل معايا كده كل الخطوط تدخل ببعض ويظهر أشخاص أو آلهة من الإغريق بالحرب دي، كمية ناس مش طبيعية. لأن الحرب دي كبيرة يا إخوانا فعلا في الميثولوجية. لو حابين أعمل فيديو عن الحرب دي والناس اللي هتكون فيها وقد إيه هتكون ضخمة، اكتبولي في الكومنتس تحت. فمن الآخر كده، أيوة أعتقد بنسبة كبيرة هيظهر إغريقيين، ولكن مش حابب أحدد مين. وأكبر دليل كلام بلايستيشن على تويتر زي ما وريتك، وكمان ظهور أحد مخلوقات اليونان بالفعل فعلا God of War Ragnarok. طب مين المخلوق اللي ظهر في الإعلان ده؟ هو المخلوق ده. المخلوق ده معروف بأنه إغريقي، حتى ظهر تقريبا بأكتر من فيلم. وشفت فيلم، وأنا عن نفسي شفته بفيلم هيركليز، وكمان اسمه السنتور. والسنتور أو الكنتور ده أحيانا بيتسمى بالهيبو سنتور، ويبقى مخلوق أسطوري من الإغريق، نصفه العلوي بشري والنصف السفلي حصان. وحسب اعتقاد الاساطير الاغريقيه ان القناطير دي مخلوقات بريه زي الخيل يعني، يقال انها بتسكن منطقه تدعي ماجنيسيا وكمان بماونت بيليون في منطقه سيسيليا. اعتقد ان انا رحت المنطقه دي بلعبه اساسين كريد اوديسي. بس خليني اقولك ان بالعرض الخاص بلعبه جاد اوف فور ما كانش حصان، اعتقد انه حيوان اخر اسمه الال. هل ده ينفي انه مخلوق يوناني؟ البعض قال انه يحتمل قادم من عالم فاناهايم، عالم الفانير يعني، لانهم الهه الخصوبه ومرتبطين بالطبيعة. فمن المنطق ان الاعداء من داخل العالم ده يكونوا على اشكال تخص الطبيعة زي السنتور. ولكن اعتقد بنسبة كبيرة ظهوره بالاعلان اللي قبل الاخير اشارة من سانتا مونيكا على وجود شيء من الاغريق ولو حتى بشكل صغير. اكتب لي رأيك في الكومنتس تحت. واما بالنسبة للصور دي لان الناس سألتني عنها، فدي المعنى الحقيقي لاكتمال القمر، يعني اللعبة بقت جولد ذهبية اكتملت بنسبة 100% من التطوير طبعا، ومفيش مجال ابدا للرجوع. يعني معدنا مع الجيم في يوم 9/11 بإذن الله. مين جاهز ومتحمس يا اخوانا؟ انا متحمس جدا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتنشر الفيديو وتشارك بالقناة، وتشارك كمان بالقناة الجديدة واللي تحب ألعب عليها ايه كبداية. وبس كده، سلام. Journey ahead.